يصل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهذه التحية من الحضور لسيد الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الثاقبة وصاحب فكرة كأس السعودية. أهلا وسهلا بكم يا سمو الأمير في ميدان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، أهلا بكم وأنتم ترعون هذا الكأس الأغلى في العالم كأس السعودية. أهلا بكم يا أصحاب السمو، أهلا بالجميع على أرض المملكة العربية السعودية.